أهلا بيكم في قراءة اختار كارت. هنعمل النهاردة إن شاء الله اختار كارت للناس اللي هي في علاقة توأم شعلة ومنفصلين وعاوزين يعرفوا إذا كان توأمهم ده هيرجع لهم ولا لأ. طبعا أنا حاطط النية على توأم الشعلة فقط، أو إن القراءة دي تكون لتوأم الشعلة فقط. لو أنت مش في علاقة توأم شعلة وفي علاقة عادية وعاوز تشوف القراءة، لو حسيت ان هي مطابقة معاك تقدر طبعا ان انت تاخدها ليك يعني، لكن انا هحط النية للي هم في علاقة توأم شعلة فقط. القراءة دي طلبتها فدوى صديقة القناة، هي كمان عندها قناة بتاعتها بتتكلم فيها عن علاقات توأم الشعلة. هسيب لكم اللينك بتاع قناتها تحت الفيديو لو تحبوا ان انتوا تشتركوا وتشوفوا الفيديوهات بتاعتها يعني. فأنا هعمل النهاردة هو شايفك ازاي، انت كمان شايفه ازاي، مشاعره ايه تجاهك، انت كمان مشاعرك ايه تجاهه، حاسس بايه في البعد، وانت كمان حاسس بايه في البعد، اذا كان هو هيرجع ولا لأ، وكارت النصيحة علشان نشوف المفروض انت تعمل ايه. فأتمنى ان القراءة تعجبكم طبعا ان شاء الله. فطبعا لو حضرتك كنت اول مرة بتشوف الفيديو اتمنى ان انت تدعمنا بلايك، كمان لو حضرتك كنت جديد واول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بانك تعمل سبسكرايب. كمان اللي ليه اي اسئلة او اي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. فاحنا عندنا النهاردة 3 مجموعات، رقم 1 و2 و3، ممكن تختار بالرقم، ممكن تختار بلون الورقة، ممكن تختار بشكل الكروت زي ما يعجبك يعني. كمان لو انت برضو يعني لو في شخص توأم شعلة وانت عاوز تختار مجموعة تانية لشخص تاني، ممكن برضو ان انت تختار اكتر من رقم يعني لاكتر من حد، مثلا حد توأم شعلة او حد تاني، زي ما تحب يعني. فانا طبعا هسيب لكم وقت للاختيار وبعدين هنبدأ ان شاء الله. اوكي، هنبتدي طبعا بالمجموعة رقم 1، الناس اللي اختارت الرقم 1. اوكي، رقم 1 هو شايفك ازاي، انت شايفه ازاي، مشاعره ايه في البعد، انت كمان ايه مشاعرك في البعد، هيرجع ولا لأ، ايه هي الخطوة القادمة والنصيحة ليك. خلينا نشوف. اوكي، هنا انت شايفه ازاي، هو شايفك ازاي، ايه مشاعرك تجاهه، ايه مشاعره تجاهك، ايه مشاعره هو في البعد، مشاعرك انت في البعد، هيرجع ولا لا، وكارت للنصيحة. انت الطاقة العامة بتاعتك الايت اوف وند، انت عندك طاقة شديدة قوي تجاه الشخص ده، بتحبه جامد قوي ومتحمس جدا ان انت تروح وتكلمه وهتموت وتتواصل معاه. انت كمان الرابطة الروحية ما بينك وما بينه قوية قوي، عندك طاقة جميلة قوي تجاهه وبتبعت له طاقة كتير يعني. الشخص ده يمكن هو عايش دور ضحية شوية، ممكن يكون مر على فكرة بتجارب كتير قبل ما يعرفك و كان دايما بيفشل في التجارب دي، وعلشان كده هو بيهرب يعني. انت المطارد على فكرة وهو الهارب، وهو خايف ان هو يدخل معاك لتخذله انت كمان زي ما كلهم خذلوه قبل كده، وهو بيحبك وكل حاجة ونفسه ان هو يتزوج منك وبيراقبك وشايفك ان انت الشخص المناسب للحب والزواج، لكن خايف ان انت تخدعه زي ما كتير قبل منك خدعوه. خليني طيب أبص على الكروت.
احتمال كبير على فكرة يكون هو الشخص ده هو الأكبر مش أنت الأكبر، يعني احتمال. أنت شايفه إن هو شخص روحاني قوي، شايفه برضو إن هو غامض كتير، يعني أنت متواصل معاه بالروح، أنتوا الاتنين متبادلين التواصل الروحي. طبعا أنتوا أكيد في ما بينكم رابطة، الرابطة دي قوية جدا، وأنتوا الاتنين بتتبادلوا الرسائل الروحية وبتبصوا على بعض. لكن انت شايفه ان هو برضو غامض، وان هو مخبي عنك حاجات كتير قوي، ويعني انت مش قادر تفهمه. هنا الملائكة بتقولك perfect timing، يعني هو ده الوقت المناسب. يمكن تكون انت بتفكر تتواصل معاه ولا حاجة، يعني خلينا برضو نشوف. هو شايفك ان انت، هو متعلق بيك قوي، مش قادر يشيلك من دماغه، وحاسس ان حياته اتلخبطت من ساعة معرفك، وان هو عارف ناس كتير قبل كده وكانوا بيخذلوه، وكان عادي العلاقة بتعدي، بياخد وقته وبينسى. لكن انت بالذات هو مش قادر ينساك، وحاسس ان هو متعلق بيك قوي، وان انت الشخص المناسب للزواج والارتباط، ويعني حاسس ان هو مش قادر يشيلك من دماغه. هنا بيقولك ان لما الحب بيكون حاضر وموجود في حياتك، انت حياتك ما بيكونش فيها اي خوف. يعني فلو انتوا فعلا متبادلين الرسائل الروحية وفي حب ما بينكم متبادل، انت مش محتاج ان انت تخاف من اي حاجة طول ما الحب موجود. انت حاسس ان هو ما بياخدش اي خطوة تجاهك، وان انتوا بقالكم كتير متعلقين في العلاقة دي، وانت مش حاسس باي مؤشر من ناحيته يثبت لك من خلاله ان هو بيحبك او ان هو عايز ياخد خطوة تجاهك. يعني انت عارف ان هو متعلق بيك وكل حاجة، لكن انت مش شايف اي اثبات مادي او اي اثبات ملموس يثبت لك ان فعلا الشخص ده متعلق بيك. لكن anyway انت حاسس، لكن كمواقف مفيش حاجة بتثبت لك ده خالص، وانت متضايق قوي بسبب الموضوع ده، وسايبها على الله بقى زي ما تيجي، وبس بتتبادل معاه التواصل الروحي انت كمان. هو حاسس من ناحيتك ان انت بتراقبه، وشايفك ان انت برضو زعلان منه، وعارف ان انت تعبت معاه قوي وتعبت كتير علشان تصلح العلاقة دي. هو مدرك ده تماما، وانت صعبان عليه على فكرة، وهو زعلان عليك قوي، وبيفكر بيشوف هيعمل ايه بالظبط، لان هو عاوز ياخد الخطوة ولكن مش قادر، ما عندوش الاستطاعة الداخلية او المقدرة اللي تشجعه ان هو ياخد معاك الخطوة دي. طيب هو مشاعره ايه في البعد؟ هو عنده حالة من الصراع، يعني عنده صراع في التفكير اللي هو، او صراع ما بين قلبه وعقله، او صراع ما بين احساسه الداخلي والمشاكل اللي كانت عنده في الماضي، وما بين احساسه وتفكيره. هيموت ويكلمك، وعارف ان هو اللي المفروض يكلمك، لكن جواه صوت داخلي او احساس داخلي او المشاكل اللي هو مر بيها بتديله مخاوف تخليه ان هو مش قادر ياخد الخطوة دي، وهو في البعد ده في صراع ما بين ان هو يكلمك وما بين ان هو المشاكل اللي عنده دي هو اصلا كمان يمكن مش قادر يحلها او مش عارف يحلها ازاي. ممكن كمان ما يكونش مدركها، يعني المشاكل دي في عقله الباطن وهو مش مدركها اصلا، وممكن يكون مش مدرك اساسا ان هو عنده مشكلة، لكن هو عاوز ياخد الخطوة دي ولكن مش قادر. مشاعرك انت في البعد، انت حزين قوي ومفتقد الشخص ده قوي، وحاسس بفراغ كتير في حياتك، وحاسس ان انت مش قادر تكمل حياتك من غير الشخص ده، ومفتقده قوي، وبس بتتبادل معاه التواصل الروحي. طيب الشخص ده هيرجع ولا لا؟ هو محتاج يعمل شفاء الأول للمشكلة اللي عنده دي، يعني هو مش هيقدر يرجع قبل كده، بس هو هيرجع، يعني الشخص ده هيجيلك وهتسمع منه، هيقدم لك حاجة وهتسمع منه، هيجي يقول لك حاجة،
لكن مش دلوقتي، احتمال كمان يكون الشخص ده مش من نفس بلدك ويعني هيجيلك مثلا من سفر وهيعرض عليك عرض حقيقي، لكن انت مش هتسمع منه غير بعد ما يعمل هيلينج وشفاء للمشاكل اللي عنده او للصراع اللي عنده ده. النصيحة بتاعتك ان انت تبتدي، اقبل بالصلح ده واقبل بالبداية الجديدة دي لانها هتيجي، وحاول ان انت ما تخافش، وحاول ان انت تجذب لنفسك الحب، وهو ده الوقت المناسب للشفاء. طب خليني اشوف لك الوقت المناسب ده لايه بالظبط. هو يعني الشخص ده هو احتمال كبير على فكرة تكون انت برضه في علاقة مع حد تاني وبتفكر ان انت تسيب الشخص ده، فلو انت بتفكر تسيبه اوكي هو ده الوقت المناسب. كمان هو ده الوقت المناسب للتواصل، يعني ممكن انت ما تبدأش معاه كلام على اي حال، يعني ما تبدأش معاه كلام خالص، خليك بس متواصل معاه بالروح وخليك بتجذب طاقة حب، لان الشخص ده راجع يرجع بقى وقت ما يرجع، هيرجع هو في الوقت المناسب بعد ما يعمل شفاء، وساعتها يعني ما تقفلوش وما تتخانقش معاه واقبل منه الرجعة دي. الشخص ده ممكن يكون من برج الدلو، الكارت ده اتكرر معايا قوي، ممكن كمان يكون من برج الحمل او من برج الميزان، برج الحمل كمان متكرر كتير، في برج الدلو، برج الحوت برضو متكرر، الطاقات نارية وهوائية، نارية وهوائية ومائية، كارت واحد بس، تصور مفيش ترابية خالص، في بس برج الجدي. طبعا برضو مش ضروري، ممكن الشخص ده يكون من أي طاقة، ممكن يكون من أي برج. فدي كانت قراءتكم المجموعة واحد، أتمنى أن أنتوا تقولوا لي رأيكم في القراءة إذا كانت انطبقت معاكم أو لأ، ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد إيه. طبعا يهمني أن أنا أعرف رأيكم. كمان اللي ليه أي أسئلة أو أي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. بشكركم طبعا كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. نروح بعد كده للمجموعة 2، الناس اللي اختارت الرقم 2، اوكي، المجموعة 2. هنا انت شايفه ازاي؟ هو شايفك ازاي؟ مشاعرك ايه تجاهه؟ مشاعره هو ايه تجاهك؟ شايف البعد ده ازاي؟ او ايه مشاعره في البعد؟ مشاعرك انت في البعد؟ هل الشخص ده هيرجع ولا لا؟ ايه النصيحة بتاعتك؟ انت الطاقة العامة بتاعتك السكس اوف بنتيكلز، انت شكلك متوازن قوي، ممكن كمان يكون ربنا مبارك لك قوي في الفلوس وانت متحمل بقى مسؤولية اسرة او بتساعد ناس، ممكن كمان على فكرة يعني الشخص ده الكارت ده قوي قوي، يعني ممكن على فكرة تكون انت هارب وهو المطارد على فكرة، احتمال، لان الشخص ده شاعر ان انت القدر او انت المصير، وان مش صدفة ان هو قابلك على فكرة، وشايفك حاجة كبيرة قوي، ممكن انتوا تكونوا جرحتوا في بعض جامد قوي قبل الانفصال، ودلوقتي انتوا في طاقة عند ما بين بعض،
و انت مش قادر هو اللي مش قادر يستغنى عنك، ممكن تكون انت كمان مبتعد ومش عاوز تكلمه علشان انت يمكن كنت بتدي بزيادة زمان وقررت ان انت تقفل لحد كده. بس انا اعتقد ان انت طيب قوي، يعني مش هتقدر ان انت تبطل العطاء. خلينا برضو نشوف القراءة هتقول لنا ايه. انت شايف ان الشخص ده قطع معاك وقالك يمكن انا مش عاوز اكلمك تاني او انا مش عاوز اعرفك تاني، وجرحك كتير قوي وخبط معاك في الكلام كتير وقال كلام كبير قوي وقطع معاك خالص. انت ممكن تكون برضو بالرغم من كل ده نفسك ان هو يجي ويعتذر لك، وعلشان كده انت مش عاوز تكلمه. يعني انت ممكن تكون بس بتتبادل معاه برضو التواصل الروحي، بتبعت له طاقة حب، لكن انت فعليا مش هتكلمه لان هو جرحك قوي وانت شايف انه الصح او من العدل ان هو اللي يجي يكلمك مش انت اللي تبتدي معاه كلام. فانت مكتفي بس بالتواصل الروحي ما بينك وما بينه. هنا برضو الملائكة بتقول لك get more information، انت محتاج تعرف حاجات زيادة عن الشخص ده انت مش عارفها. الشخص ده شايف ان انت فرصة ضاعت من ايده وان هو مش قادر يعوضك تاني. هو مدرك ان هو جرحك وندمان قوي على اللي هو عمله، عنده طاقة ندم وطاقة حزن شديدة، وحاسس ان انت فرصة ضاعت من ايده ومش هيقدر ان هو يعوضك، وزعلان قوي على فكرة على اللي هو عمله، ويمكن مش عارف هيجي صالحك ازاي، ومفكر ان الموضوع انتهى وان هو مش هيقدر يرجعك لحياته مرة تانية. انت حاسس ان هو قفل عليك وان هو مش عاوز يكلمك وان هو يمكن عامل لك بلوك كمان. انت محتاج تقعد تتأمل. احتمال كبير على فكرة المعلومات اللي هتجيلك دي مش من شخص، وانت مش محتاج تدور كتير علشان تعرف المعلومات دي، انت بس محتاج تقعد مع نفسك وتعمل تأمل، ومن خلال التأمل ده هتلاقي إجابات. يعني المعلومات دي هتجيلك من خلال التأمل او لما تقعد مع نفسك وتفكر وتعيد الشريط في دماغك، هتقدر ان انت توصل لاستنتاجات لأشياء انت ما كنتش واخد بالك منها. انت شايف ان هو عامل لك بلوك او قافل عليك تماما ومش عاوز يشوفك، انت شايفه بالطريقة دي، وان هو شخص متردد قوي كمان يعني، وشايف ان خلاص يعني الموضوع من وجهة نظره ان هو انتهى وان هو مش عاوز يكلمك تاني. بصراحة الشخص ده هو عاوز استقرار، هو مديك ظهره في العلاقة وكل حاجة، لكن يمكن هو كان بيتضايق ان انت كنت دايما بتقف له على الواحدة ممكن. لكن anyway هو عاوز استقرار في العلاقة دي، خصوصا لو انتم مثلا متطلقين وفي ما بينكم اطفال مثلا. فممكن كمان يكون هو عاوز يسافر ويجيلك، احتمال كبير. طيب مشاعره ايه هو في البعد؟ هو عاوز يسافر ويجيلك، هو عاوز البداية الجديدة معاك وعاوز ان انتوا ترجعوا تبتدوا مع بعض من اول وجديد. بس على فكرة احتمال كبير تبقى انت اللي اكبر من الشخص ده، احتمال كبير تكون انت اللي اكبر منه، لان الشخص ده برضو مش ناضج يعني، لان انت كمان الموضوع ده تعبك قوي وانت بتفكر فيه طول الوقت وبيشكل لك حمل تقيل قوي طول الوقت، بتفكر في الموضوع ده وشاغل بالك وشاغل تفكيرك وانت مش عارف تعمل ايه بالظبط. لمجموعة منكم انتوا ممكن تكونوا متطلقين وفي بينكم اطفال ممكن. اذا كان هو هيرجع ولا لا، هو هيرجع لانه هو اصلا عاوز البداية الجديدة. وعلى فكرة المجموعة دي الشخص ده هيجي قريب، يعني الموضوع ده مش مطول، وخصوصا لو كنتم متزوجين هيرجع باوراق رسمية او هيرجع عن طريق محكمة. نصيحتك ان انت ترجع له،
بس حاول لما ترجع له يكون في نقاش ما بينكم وحوار بناء، نقاش لطيف بدون أي مشاكل. يعني الأبراج اللي عندي هنا: برج الميزان، برج السرطان، برج الحمل، برج الميزان تاني، برج العقرب، برج العقرب تاني، برج الدلو. في طاقات نارية وهوائية ومائية وترابية، كل الطاقات موجودة. فدي كانت قراءتكم. الناس اللي اختاروا الرقم 2، اتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم في القراءة اذا كانت انطبقت معاكم او لا، ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد ايه. طبعا يهمني ان انا اعرف رأيكم. كمان اللي ليه اي اسئلة او اي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. نروح بعد كده للمجموعة 3، الناس اللي اختارت الرقم 3. اوكي، المجموعة 3. بسم الله. هنا انت شايفه ازاي؟ هو شايفك ازاي؟ مشاعرك ايه تجاهه؟ هو مشاعره ايه تجاهك؟ مشاعره هو في البعد، مشاعرك انت في البعد، هيرجع ولا لا؟ ايه النصيحة؟ انتوا زي المجموعة 1 على فكرة، عندكم طاقة شديدة قوي تجاه الشخص ده، بتفكروا فيه كتير، بتحبوه كتير قوي، ونفسكم ان انتوا تتواصلوا معاه، بتتخيلوه قوي، ممكن تكونوا كمان بتعملوا له تخاطر وبتعملوا له تليباس كتير قوي عن عمد كمان. مش بس ان انتوا الرابطة الروحية ما بينكم قوية، لا، ده انتوا بتعملوا تمارين تأمل وتمارين تخاطر علشان تبعتوا له رسائل. الشخص ده بيراقبكم قوي. هو مش قادر يفهمكم على فكرة. ممكن تكون انتوا علاقتكم ما طولتش مع بعض وما خدتش وقت طويل، ويعني هو مش قادر يفهمك خالص، وبيبص عليك عاوز يجي يكلمك على فكرة. بيفكر يجي يكلمك، وعلى فكرة احتمال ان انت تسمع منه قريب. خلينا برضو نشوف القراءة هتقول لنا ايه. اوكي، انت شايف على فكرة ان الشخص ده بيحبك وكل حاجة وعاوز يكلمك، لكن انت حاسس ان هو تقيل قوي. يعني انت مش شايف برضو على فكرة، القراءة دي شبه قراءة 1 قوي. شايف ان هو ما بيعملش اي حاجة برضو، وان هو بطيء قوي، يمكن اصلا ما بيعملش اي حاجة علشان يجي يكلمك يعني. ووصل لك الاحساس، لكن انت شايفه ان هو تقيل، تقيل بزيادة، اوفر يعني، والموضوع ده معصبك جامد. هو شايف ان انت، هو عارف على فكرة ان هو جرحك، ممكن شايف ان انت مجروح منه، مجروح من اشخاص تانية، شايفك ان انت زعلان جامد قوي، وعارف ان انت تعبان. يعني هو مدرك ده تماما. ممكن كمان تكون انت موصل له الشعور ده، لكن هو واصل له. يعني ممكن تكون انت اصلا بتنقله الاحساس ده من خلال التليباس اللي انت بتعمله. هو عارف ان انت تعبان، وان انت واخد العشر سيوف منه من ناس تانيين، ومدرك تماما قد ايه انت بتمر بألم. يعني هو مدرك الألم ده. انت حاسس ان هو اداك ظهره ومشي مع انه بيحبك. يعني انت عارف على فكرة ان هو لسه متمسك بيك، او في حتة جزء
بتخليه يفكر فيك، حتى لو هو مديلك ظهره، مش معبرك ومش مديك اي اهتمام، لكن انت حاسس ان انت برضو شاغل جزء من تفكيره او شاغل جزء من اهتماماته. الاحساس ده واصل لك، وممكن يكون هو كمان بيتبادل معاك الشعور ده. ممكن على فكرة يكون الشخص ده مش شرط يعني، بس ممكن يكون هو الأكبر. احتمال كبير يكون هو الأكبر. هو شايف ان انت شخص حنين قوي وعطوف قوي، بتسامحه كتير، لكن برضو شايف ان انت عقلاني قوي، شايفك كمان شخص روحاني، وبينبهر بينبهر بالكلام معاك. يعني ممكن يكون انت اصغر منه، بس لما بيقعد يتكلم معاك بيكتشف قد ايه ان هو انت دماغك اكبر منه بكتير، وان انت بتقوله حاجات هو عمره ما كان يعرفها او كان يستوعبها. وبيحس ان انت شخص حنون قوي وشخص عطوف، وان انت شخص مثقف، وان انت يعني ربنا مديك حظ كبير بيحسدك هو عليه، والناس كمان بتحسدك عليه. يعني شايف ان انت ربنا مبارك لك قوي، وعندك حاجات طاقة روحانية كبيرة. ممكن تكون انت شخص روحاني، وهو مدرك ده فيك قوي، وحاسس ان انت ربنا انعم عليك بان انت يمكن بتعرف تقرأ الناس، ان انت شخص مثقف بيشوف فيك حاجات هو ما بيعرفش يعملها. يعني احساسه في البعد، هو شاعر ان انت المصير، وممكن يكون في شخص منكم تزوج، سواء انت بقى او هو. الموضوع ده تعبه قوي، مش شرط زواج، ممكن يكون ارتباط. الموضوع ده تعبه قوي، وهو مش عايزك تكون مع حد غير معاه هو، وبيفكر بيشوف هيقدر يعمل كده ازاي. يعني هو تعبان قوي واسير افكاره وحابس نفسه، بيفكر يمكن محتاج مساعدة أو محتاج حد يخليه يفكر بشكل صحيح، لأنه هو محتاج حد يرشده. على فكرة الشخص ده محتاج يروح لسيكولوجيست، أو محتاج إن هو يروح لهيلر، لأن الشخص ده برضو عنده مقيد داخليا يعني، أو مقيد فكريا. هنا الملائكة بتقول لك the situation will improve، الموقف هيتحسن، فما فيش داعي ان انت تقلق. لان انا شايف برضو ان انت عاوز تقول للشخص ده كلام كتير قوي، عندك مشاعر كتيرة قوي عايز تعبر له عنها، ويمكن الفرصة مش متاحة بالنسبة لك، وانت متضايق قوي بسبب الموضوع ده، ونفسك ان انت تعبر له عن حاجات كتيرة، جواك طاقة كبيرة قوي، لكن انت الظروف مش مساعداك ان انت تعمل كده. يعني هنا بيقول لك حاول ان انت تستسلم لمشاعر الرضا والسلام، وهي هتكون حقيقة. فانت بس عندك شوية مخاوف، او ممكن تكون خايف ان الشخص ده لو كلمك، لو انت كلمته مثلا هيزعق معاك، او هيكون في تاتش ما بينكم، او في خلاف. حاول بس ان انت تجذب لنفسك الرضا والسلام. anyway هو الموقف هيتحسن لوحده، والشخص ده هيجي. بس على فكرة الشخص ده زي ما انا قلت لك هو بطيء فعلا، هياخد بعض الوقت، وكمان هو غامض بعض الشيء، وفي حقائق هو مش قايلها لك، فهو شكله بس هيتأخر شوية، او ان هو شخص تقيل شوية. لما يجي لك حاول برضو ان انت تتقل عليه، لان ممكن برضو يكون الشخص ده نرجسي شوية، مش قوي يعني، ممكن بنسبة قليلة، لأنه هو مدرك ان انت تعبان، وفي نفس الوقت هو ما بيعملش اي حاجة وبطيء جدا، وزي اللي ضامن وجودك ممكن. فحاول ان انت لو الشخص ده جه ان انت ما تدلقش عليه، هو بيفكر فيك يعني، وما تخافش ان الشخص ده يروح منك. حاول ان انت ترضى بالواقع بتاعك وترضى بحياتك حتى من غيره. الموقف هيتحسن سواء بيه او من غيره، انت حياتك هتكون افضل. فما تحاولش ان انت تتعلق بيه وتمسك بيه زيادة عن اللزوم، لان الشخص ده زي اللي ضامن وجودك، وممكن يفضل سنة واتنين
وعشر سنين يمكن ما تشوفوش غير مرة واحدة، فانت ما تضيعش عمرك في انتظاره، هو هيجي. لكن لما يجي حاول ان انت تتقل عليه، الكلام الكتير اللي انت عاوز تقوله له ده حاول ان انت تحتفظ بيه وما تطلعهوش غير في الوقت المناسب ده، ان كان المفروض تطلعه اصلا، يعني على حسب الشخص ده هيجيلك امتى وعلى حسب العرض اللي هو هيقدمه لك. انا طالع لي هنا برج القوس، برج السرطان، برج الحمل، برج الحمل تاني، الطاقات ترابية ونارية وهوائية ومائية، كل الطاقات. فدي كانت قراءتكم، أتمنى أن أنتم تقولوا لي رأيكم في القراءة إذا كانت انطبقت معاكم أو لا، ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد إيه. طبعا يهمني أن أنا أعرف رأيكم. كمان اللي ليه أي أسئلة أو أي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. بشكركم طبعا كلكم، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.